priest will bless, saying, "Irini Pasi," which means peace to you. And the people will respond, "Ketopnevmati Su," which means "and to your spirit." And the prayer will continue with the prayer of thanksgiving. Salat al-Shukr. And we explained how the prayer of thanksgiving is said and the responses of the prayer of thanksgiving. Today we are going to continue after the prayer of thanksgiving. What happens? So after the prayer of thanksgiving, the priest ascends to the sanctuary. And why do we say ascend? يعني يصعد إلى الهيكل. Because here you don't ascend, right? It's just flat. It's wrong because there should be a step up. The sanctuary should always be the highest part in the church to signify heaven. أو قدس الأقداس أو أعلى مكان. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. فطبعا in a traditional church, because we didn't build this church, we just modified it to be a church, but in a traditional built church, the altar or the sanctuary is a step higher than this area here and the rest of the church, of course. عشان لما يقول يصعد الكاهن إلى الهيكل, he goes up. He actually goes up at least one step. But how does he enter? The priest enters from the main door called the royal door, while the deacon enters from the side door. Who is this deacon we are referring to? The celebrant deacon. And what should he be wearing? His street clothes or his tunia? His tunia, we agreed, right? Even for Ashayya or for Bakr, يبقى شمس الهيكل. Vested from the beginning, as we said here. It's coming later. So, the main door, actually, let me tell you that the main door of the church, the western door, was used to be called the royal door, الباب الملوكي. يعني الباب اللي كان بيخش منه كل الناس والشعب والأباء الكهنة والأساقفة كان اسمه زمان الباب الملوكي. لكن بقى دلوقتي الباب الملوكي اللي هو باب الهيكل. وده لا يستخدم إلا بالكاهن فقط. مفروض برضو أنا عايزكم تتخيلوا الكنيسة الطقسية اللي هي مبنية. بيبقى فيه طبعا بيبان جانبي. هنا مفيش غير باب واحد فالشمامسة مضطرين يستخدموا نفس الباب اللي بيستخدمه الأب الكاهن. لكن احنا بنتعلم دلوقتي الطقس السليم. يعني لما إن شاء الله نبني كنيسة هتتبنى مظبوط فنبقى عارفين ايه الطقس السليم يعني. Okay. ف the priest uses the main door, the royal door, used only by the priest and of course the bishop, but the deacons usually use the side doors to enter the sanctuary. They don't use the main door. How to ascend? How to go inside the sanctuary? Entry inside the sanctuary is always from the right side with the right foot facing east. Exit from the left side with the left foot first, also facing the east. يبقى نخش الهيكل ما نديش ظهرنا للنقطة ايه؟ عمرنا ما ندي ظهرنا للهيكل أبدا. ليه؟ لأن مكان الهيكل الشرق يسبح يرمز إلى مكان وجود الله. طبعا ربنا موجود في كل مكان, لكن ده المكان اللي بتقدم عليه الذبيحة. واحنا بنقول دايما ان احنا دايما reference point, we have a reference point, right? طيب تقول ما هو ربنا موجود في كل مكان ليه؟ اقول لك ربنا موجود في كل مكان بدليل ان احنا كمان شوية هتلاقوا حاجة اسمها صليب بخور. الكاهن بيبخر في الاربع اتجاهات, ربنا موجود في كل مكان. بس احنا لنا احترام خاص لمكان اسمه المذبح, فعمرنا ما ندي ظهرنا للمذبح. وعلى فكرة في غلطة كبيرة قوي يعملوها الشمامسة بالمناسبة, هتيجي يمكن في اخر القداس خالص, بس نقولها دلوقتي بالمرة. في الاخر خالص قبل ما ابونا يصرف الشعب في ابانا الذي بنصليها, تبص تلاقي الناس ايه
بصت للشرق، مش الناس، الناس اوريدي بصين للشرق، لكن الشمامسه جوه الهيكل يبصوا للشرق. فواحد يبقى واقف شرق المسبح يبص للشرق، يبقى ظهره فين؟ ظهره للمسبح. واللي واقفين ابلي وبحري يبصوا للشرق، يبقى المسبح جنبيهم. لا، احنا منين ما نقف دايما يبقى اتجاهنا ناحيه ايه؟ ناحيه المسبح. يبقى الشرق بتاعنا هو المسبح، مش الشرق الحقيقي. يعني بدليل لو كنيسه خدناها وما هيش شرقيه، ايه رايكم؟ نبص الشرق ولا المسبح؟ شوفوا احنا في القداس بنقول حاجه كويسه قوي، بنقول ايه؟ ارفعوا عيونكم نحو المشارق، نحو الشرق يعني، لتنظروا المسبح وجسد ودم عمانه إلينا احنا موضوعين عليه. يبقى ايه سبب اتجاهنا ناحية المسبح في القداس ناحية الشرق؟ لان المسبح هناك. اقول لكم قصة سريعا كده. مرة رحت اول ما جيت هنا امريكا قدست البابا شنودة، ساعتها اخدنا مونتريال علشان ندشن مسبح جديد. فهم اشتروا كنيسة بس ما كانتش شرقية كويس، راحوا حطوا المعمودية داخل الكنيسة في مكانها الطقسي من الناحية الجغرافية. احنا بنحط المكان المعمودية ايه؟ بحري غربي، يعني الناحية دي. هم راحوا جايبينه وحاطينه هنا جنب المسبح هنا ناحية الشرق، بس برضو ناحية الغرب، آسف، ناحية الشرق بس بحري. فطبعا احنا ليه بنحطه هناك؟ علشان المعنى الروحي، يعني ان قبل ما الانسان بيقدر يخش الكنيسة يبقى من المؤمنين لازم يعدي على المعمودية، يعني المعمودية تسبق ايه؟ دخوله وسط صفوف المؤمنين. لكن لما هم جابوها حطوها في مكانها الجغرافي بوظوا المعنى، مش كده؟ راح قرست البابا ساعتها قال لهم المسبح، مكان المسبح نعتبره الشرق، وكل حاجة تاني تترتب في الكنيسة على هذا الأساس. طبعا دي بالنسبة لي أنا نفسي يعني كانت مفهوم حلو. يعني أنا عايز أقول عايزين نفهم الطقس صح، روحانية الطقس مش حرفية الطقس. This is the difference between understanding the letter of our rituals and the spirituality of our rituals, right? The spirituality of our rituals is that the east is our reference point because the altar is there. But if there is a church which is not eastern, such as this one is not very, it's eastern but not very eastern because the east is somewhere with an angle. But we still, our reference point is always the where the altar is. This is our east now. Everything else is organized in the church according to this being our east. Now we are going to say that we enter the sanctuary facing the altar with our right foot, to say that whoever enters the altar has to be people of the right. Right? عارفين the right and the left. Who are the people of the right? The sheep and the goats. Right? In the Matthew 25, he set the sheep on his right and the goats on his left side. And those who are on the right, he said to them, come, inherit my kingdom, which is prepared for you. As if to signify that those who enter the sanctuary are those who belong to the right side. Okay? Facing the east with the left, right foot from the right side. Okay, and always we move anti-clockwise, except once in a year. When is that? Dawrat Yahuza, right? We do it the opposite way. عشان بنقول له مخالف الناموس, right? Paranomos, who is did everything in contrast to the law. So we do everything opposite. To signify that he messed up, يعني نمشي بالعكس. والشمامسة لما يجوا يعملوا بالناقوس يعملوا بالعكس، ونقعد كده ايه
نهزق في يهوذا يعني بندهم له. ليه؟ عشان الناس تقول مش عايزين نبقى زي يهوذا. اوعى احنا نكون زي يهوذا والا يحصل فينا كده يعني. لكن دايما ان احنا في الكنيسه بنمشي انتي كلوك وايز تو سي ذات ذا تشيرش از جوينج اجينست ذا وورلد. This is the spiritual understanding. The church is against the world. Because if the world is going in a certain clockwise, but we are going anti-clockwise. We are against the world. Okay? The exit is from the left side, always from the left side, with the left foot first. Okay? Also facing the east. I don't give my back to the altar at all. Okay? So, direction inside the sanctuary is always anti-clockwise. Now, as the priest ascends, طبعاً, what he does is he kneels before he enters. هيسجد قبل ما يخش الهيكل. And he also kneels before the altar and kisses the altar. يبقى أبونا بعد صلاة الشكر هيسجد ويخش الهيكل وبعدين يسجد أمام الهيكل ويقبل المسبح. Okay? What are the people are doing meanwhile? The people are chanting the verses of the symbols while the priest is offering the incense. And this is actually what we see happening in the Old Testament. When Zechariah entered the sanctuary to offer the incense, the people were singing outside. يبقى مشهد جميل قوي ان نلاقي نفس الصورة دي كانت بتحصل لما الكاهن كان بيخش يقدم البخور كان الشعب له صلوات معينة. وده اللي بيحصل بالظبط. هو ابونا بيقدم البخور الشعب له صلوات اسمها اربع ناقوس. نشوفها في كده في لوك شابتر 1 فيرس 10. And the whole multitude of the people was praying outside at the hour of incense. So while Zechariah the priest went inside the holy, not of course the holy of holies, but the holy where the altar of the incense was, the people outside were saying some prayers outside. Okay. الحتة اللي جاية دي بقى. Why? Because while the priest is offering the incense, St. John Chrysostom says there should never be a silent moment in the church during the prayer. Not a silent moment. There has to be a prayer at any time. Okay? So we should never be silent at any moment during the prayer. طبعا ليه؟ لأن لما يكون في silence بيبقى في تشتت، لكن لما بيبقى بيصلي مركز. هنا بقى هنخش في حتة طقسية طبعا الناس مش عارفينها لأنها بتبقى مشغولين بأربع ناقوس، لكن دي كلها بتحصل جوه الهيكل. We said that the altar deacon should be vested and he should have the censer ready for the priest. He should actually have the censer ready before the prayer starts. Right? يعني قبل كده نهاية التسبيحة العشية أو باكر يكون شماس الهيكل مجهز كل حاجة ومصحصح وواعي. مش أول ما أبونا يجي عايز الشورية يتلاقيه جري ساعات يجري، ما هو نسي يولع الشورية يجري، وطبعا عيب يخش الهيكل بيجري. المفروض ان هو يكون يعني مركز ومصحصح وواعي ومش مدروش مش يقعد كده في عالم تاني. لا، لازم ياخد باله من خدمته. فين يعني مدروش اللي يقعد كده مساهم كده في عالم تاني وخلاص تحس ان هو هيصعد وهو واقف في الكنيسه، وبعد الكنيسه بقى ربنا يعلم حالته بس هو بيصعد وقت الصلاه بس. احنا مش عايزين الشمامسه يصعدوا، عايزين الشمامسه يبقوا مصحصحين وواعيين ومفتحين زي الشاروبيم. مره يقال لواحد شماس كان هيقع وهو ماشي مع قداسة البابا كيرلس، فماشي كده بظهره وقت الدورة اللي بتبقى حوالين المسبح، فكان الكعبل قال له يا ابني الشماس لازم يبقى زي الشاروبيم ممتلئون أعينا، واخد باله؟ فالشماس يكون محضر الشوري،
هيعمل ايه بقى؟ هيقدمها للكاهن. يا ريت يا اخ ما تجيب لي شوريه لو سمحت عشان برضو عايز اشرح حته عمليه. There should never be a silent moment. دي خلصناها. The deacon should be vested and should present the censer to the priest. Let me tell you that the censer has to be ready. What does it mean to be ready? After every service, the altar deacon is responsible to clean the censer, to make it ready for the next time. بنسميها بيصيم أو بيصوم الإيه؟ الشرية. لازم تبقى صايمة. صايمة يعني مش مستعملة basically يعني. فلازم ينظفها كويس جدا بعد أي خدمة. دي مسؤولية برضو شماس الهيكل. هيقدم الشرية إزاي؟ ساعات الشماس يقدم الشرية يعملها كده لابونة ويمسكها كده. طب أبونا هيحط البخور إزاي بقى؟ ما هو في دي. فذا واي to do it is like this. See? To open the censer for Abuna to be able to put the incense. So بصوا الإيد الشمال فين؟ ماسكة فين؟ فتحة كده. It's easy for Abuna. كويس دي عشان هنستخدمها النهاردة كتير يعني. It's easier for Abuna to put the incense. Okay? Now the priest is going. Now we are going to assume that there is more than one priest. في حاجة اسمها الكفر. Let me just get it quickly. So I entered the right way and came out the right way, right? I had to go around. It takes longer, but it's the right way. ساعات شماس يروح داخل حاطط ورقة وطالع من نفس الحتة غلط. This is called the coffer, okay? Or the incense box. It has the incense inside. So the priest, the celebrant priest now, takes the coffer and presents it to the other priests and says to them, Flogite. What does Flogite mean? We took this before. Bless. Bless. So they will say to him, Enthok Flogi son, you bless. Right? طب why? ما احنا عارفين انه هو اللي هيبارك. بس شوفوا بقى. What does تأس mean? تأسيس means order. Right? احنا ما نضيعش المحبة والتواضع عشان النظام. فاللي وضع النظام اللي هو الاوردر وضع فيه المحبة والتواضع. خدين بالكم ازاي؟ لان الاصل في الصلاة نقدم محبة. احنا بنقدم محبة وتواضع مش طقوس. We are not here to make movements. It's not movements. احنا مش بتوع movements, right? We are here to offer our love to God. This is very important. And that's why everything that we do should be done with love and humility. Okay? So he offers to them. And he's truly honest, يعني, right? He's not just, please bless. They will say to him, no, you bless. So he will take it and put it back on the altar. Okay? So the priest holds the coffer, which is the incense box, and presents it to the other priest to bless. Here بقى احنا دلوقتي في page 8 and 9. Okay? Let's just skip the first part because we are doing the priest part now. Okay? So in the middle, then the priest goes up to the altar and takes the incense box, which is the coffer, into his hand, and inclining his head toward his fellow priest, he says, why inclining? Humility. Right? He says, bless. And if there is more, then he will say to them, bless in plural. So they will respond, you bless. برضو bowing their heads. Okay? هيروح حاططها على المسبح وبعدين هيبتدي يعمل ايه ابونا؟
He will say, in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, making the cross on himself. Okay? So he blesses himself with the sign of the cross. Then he begins to make the sign of the cross on the coffer. Okay? And then he says, blessed be God the Father, the Pantocrator. And then he takes some of the incense and puts it in the censer. Alas? What about if there are other priests? They will take the second hand. Okay? What about if there is more than one priest? Does he take the third hand and fourth and fifth? No. If there are 3, 4, 5, 10 priests, they all take the second hand. خلاص؟ يبقى كل الكهنة الموجودين مهما كان عددهم هياخدوا اليد التانية. كلهم هيقولوا blessed be his only begotten son, Jesus Christ our Lord. And then put the incense. And the next one until all the priests put the incense. And then the celebrant priest will make the sign of the cross, and he puts the third, fourth, and fifth hand. Because in Bakr or Ashaya, in Vespers and in Matins, there are 5 hands of incense. What if there is a bishop? The bishop will do the same thing. He will put the first hand. And خدوا بالكم إن هو, if the only priests, each priest will make the sign of the cross and put the incense. In the case of the bishop, he will make the second cross and he will give the priest in his hand, and the priest will put in the censer. The priest cannot make the sign of the cross at all in the presence of the bishop. And giving him in his hands means that he cannot do it without the bishop's permission and blessing. But what about if the Pope is praying and the other bishops? إيه رأيكم؟ البابا لو بيصلي مع الأسقف، البابا يرشم ويدي الأسقفة ولا الأسقفة يحطوا من نفسهم ويرشموا زي؟ ها؟ البابا هو أول بين متساوين. خدوا بالكم. البابا هو الأول بين متساوين، بنسميه first among equals. البابا ما يرشمش للأسقف وما يحطلوش في إيده، لأنه في الرتبة يساوي الرتبة الكهنوتية يساوي الأسقف. عندنا 3 رتب في الكنيسة فقط: شماس، قسيس، وأسقف. في درجات سب داخل كل واحد. حتى لو تلاحظوا قداسة البابا تودروس حاليا ما يصلي يقول إشليل فلوجي سون أو فلوجي تي، يعني برضو يطلب من أبا الأسقفة يباركه، يعني عارفين أنه هو اللي هيصلي في النهاية برضو هو البابا، بس برضو عشان خدوا بالكم الحتة دي. نفس الحكاية دي في التناول، لو الأسقف بيصلي هو هيناول الكهنة، لو كهنة بيصلوا مع بعض كل واحد هياخد من المستير يتناول، لو البابا بيصلي يحط برضو في المستير وكل أسقف بيناول نفسه، يحط الأباء الأسقفة في المستير والأباء الأسقفة يناولوا نفسه. واضحة؟ طيب. The priest should traditionally use his hand to transfer the incense to the censer. The use of the spoon, this is fairly recent, did not exist before. That's why we call it traditionally a hand of incense, eid bukhur. يقول لك يضع يد بخور أو خمس أيادي بخور. ما قالش حط 5 معالق. لكن ما عرفش ايه اللي دخلها دي ولا امتى دخلت، لكن انا نادرا ما استعملها، يعني على طول كده نرشم ناخد بالايد ونحط باليد. طيب
طيب في بقى هنا سؤال. Why five hands? Why not three? Why not one? Why not whatever? Number one, calling upon the name of the Holy Trinity. خد بالكم. Three. What do we say? Number one, blessed be God the Father, the Bandu Creator. Number two, His only begotten Son, Jesus Christ, our Lord. Third one, the Holy Spirit. And then, glory and honor, the third, the fifth, fourth and fifth, without making the cross. Glory and honor, honor and glory to the all Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And then the fifth, now and at all times, and unto the age of all ages. Amen. Adil Khams. For calling upon the Holy Trinity signifies that the incense is offered to God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, not to any other God, with a small g, or to the devil, or to idols, or to anything. This is consecrated to God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. تمام؟ فدي أول حاجة. ودي طبعا موجودة في ملاخي إن هو من مشارق الشمس إلى مغاربها. ملاكاي 1:11. For from the rising of the sun even to its going down, my name shall be great among the Gentiles. The Gentiles, not the Jews, but the Gentiles. In every place incense shall be offered to my name for a pure offering, for my name shall be great among the nations, says the Lord of hosts. اليهود كانوا بيقسموا الناس إلى يهود وأمم. فهنا ربنا بيقول اسمي عظيم بين الأمم ويقدم بخور لاسمي القدوس. Now the five hands symbolize the five or selected five men who offered an acceptable offering in the Old Testament. As if you are saying to God, as you have accepted the offerings of these men, please accept our offering of incense right now. Who are they? The five. Abel, number one, Abel. Abel who offered an acceptable sacrifice to God versus Cain who did not offer an acceptable sacrifice. Genesis 2:24. Apologize, 4:24. Seems to be the wrong one, of course. Four, this should be four, not 24. And Abel brought of the first of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering. Okay? So number one, Abel, Genesis 4:4. Number two, Noah. Noah, after he came out of the ark, he also gave an acceptable offering, 8:20 and 21. Then Noah built an altar to the Lord and took of every clean animal and of every clean bird and offered burnt offering on the altar, and the Lord smelled a soothing aroma. شوفوا هنا جميلة أوي إن هو قدم ذبيحة وربنا اشتمها رائحة يعني زي البخور. يعني هنا بقى برضو بترمز للبخور لأن الذبيحة هنا يعني ما هيش كذبيحة يعني اللي يشم ريحة الذبيحة ريحتها مش حلوة لكن كان ليها معنى إن هي تشير إلى ذبيحة المسيح فكان ربنا بيشتمها رائحة جميلة أو زكية. The third one is Melchizedek, Genesis 14, and we know he symbolizes the priesthood of our Lord Jesus Christ. 14:18. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the high priest of God Most High. Okay. Number four, Aaron. دولة الايه الخمس رجال اللي قدموا ذبائح في العهد القديم مقبولة. 9:24.
And fire came out from before the Lord and consumed the burnt offering and the fat on the altar. When the people saw it, they shouted and fell on their faces. Of course, the whole chapter describes the offerings. And finally, Zechariah, and we know the offering of Zechariah. So why five? These are the to symbolize the five men. As if we are saying to God, as you have accepted the offerings of these men, please now accept our offering which we are about to offer to you. خلاص ابونا حط الايه البخور في الشوري هيعمل ايه الحقيقه الحته اللي جايه دي انا ما لقيتهاش في الخلاجي ده مش عارف موجوده الخلاجي اللي معاكم ده اجدد يعني كان فيه يمكن بعض التصليحات لان فيه حته هنا شليل ايري نيباسي سايلنت في الخلاجي هتلاقوها بتاع المحرق يعني بعد ما بيحط الخمس ايادي قبل ما يصلي الاوشيا سرا بيعمل بيبارك الشعب عشان هيقول أوشية سرا دلوقتي. Okay. So the priest makes the sign of the cross, blessing the people, and he says the silent prayer for the vespers and matins while sensing above the altar. Okay. So let's look at this. We are now on page. 10 in this book. هيقول ايه ابونا O Christ our God the great awesome and true if time allowed I would have shown you that every prayer said here is from the Bible no prayer outside of the Bible يعني بس الوقت بقى لو كنا هناخد كل صلاة نطلعها لكم من الكتاب المقدس كنا مش هنخلص بس ثقوا ان كل صلاة يعني نتعجب من معرفة الاباء اللي وضعوا الصلوات دي للكتاب المقدس O Christ our God the great awesome and true the one begotten son the only begotten son and logos of God the Father ointment poured forth is your holy name طيب مسكوب هو اسمك القدوس دي موجودة من سفر نشيد الأناشيم And in every place incense is offered to your holy name دي موجودة من فين دي في كل مكان يقدم بخور لاسمك القدوس لسه قريناها في ملاخي مش كده A pure offering صعيدة طاهرة يعني this offering of incense is a pure offering And here notice that the deacon has a response. The deacon should say, pray for our sacrifice and those who have brought them. طبعا الشماس اشك ان في شماس يعرف المردد او عمره قاله في حياته يعني. لانه ما بيسلم الشوريه وياخد الصليب ويلف. لكن في مرد هنا مهم لان في اواشي بتتقال سر. وتفتكروش ان ابونا هو ماسك الشوريه يبخر بس في صلوات كتيرة يعني And then the priest will continue We ask you O our master receive our prayers to yourself Okay so we're asking here God to receive our prayers Let our prayers be set forth before you as incense ولتستقيم أمامك صلاتنا مثل البخور دي جاية منين من مزمور تكون رفع يديك كذبيحة مساء The lifting up of our hands as an evening sacrifice Why? For you are the true evening sacrifice يعني احنا قلت لكم قبل كده ان العشية هي تمثل ايه ذبيحة الصليب هو كان في الهيكل كان في evening prayer and morning prayer The evening prayer symbolizes the offering of the cross. That's why during Lent, when the sacrifice is on the altar, we don't have an evening incense. So, here the prayer is saying, For you are the true evening sacrifice. Christ himself is the true evening sacrifice.
who have offered yourself upon the honored cross for our sins, according to the will of your good Father, with whom you are blessed with the Holy Spirit, the giver of life, who is co-essential with you now and at all times and unto the age of ages. Amen. طيب بنعمل ايه هنا احنا بقى؟ There is an important deacon's response in the middle of the prayer that the altar deacon needs to say silently. Deacons should be aware of that. The deacon then takes the cross and stands facing the priest at the east side of the altar. يعني هيلف بعد ما ابونا يسلم لابونا الشوريا وما فيش داعي ان هو وهو بيسلم لابونا الشوريا يقبل ايديه لان دي يعني ساعات كده ان احنا نعمل حاجات ممكن في الحركه دي سلمها لابونا كده بهدوء المفروض ان ابونا هيمسك الشوريا بصباعه ده حطها في الخطاف ده كده دي طريقه مسك الشوريا فبس يسهل لابونا ان هو يقدر يمسكها طريقه كويسه لان هو لو اهتم بقى ان هو يقبل ايد ابونا وكده هنوقع الشوريا ونبهدل الدنيا فبلاش الحاجات اللي هي ايه ملهاش لازم ابونا هيمسك الشوريا بالطريقه دي وقبل الجلاجل كده مسكها كويس وفي ايده الصليب ادي طريقه ايه مسك الشوريا طبعا برضو لو ابونا اللي بيبخر والاسقف موجود مش هيمسك الشوريا الصليب الشماس يعمل ايه هيروح ناحيه المسبح من ناحيه الشرقيه بس باصص ناحيه الغرب ويكون شماس واحد وماسك الصليب ولا داعي ابدا لشماس يحمل البشاره بتستخدم في حاجه واحده فقط هي وشيه الانجيل okay this needs to be corrected I don't know why people hold the gospel when we are not going to read the gospel only one deacon who is going to say the responses after the priest that's all we need okay so there is no need for another deacon holding the gospel container which is al-bishara and it contains by the way the four gospels only this is what it should contain the priest prays the silent prayer which contains very deep prayers all taken from the bible as I told you We have to offer God something, right? احنا جايين عبادتنا يعني العبادة بتاعتنا تشمل ايه؟ مش مجرد ترانيم مش مجرد احنا ارثوذكس يعني مش مجرد نيجي نقول شوية ترانيم ونقرأ حتة في البايبل ونمشي الارثوذكسي بيجي يقدم حاجة offering So what do we have to offer to God? The wise men from the east offer gold, frankincense, and myrrh. We offer the incense, which is what? What is the incense? Frankincense mixed with other aromatic essences, including myrrh, which are bitter in taste but smell good, in golden vessels. زمان كان طبعا الحاجات دي كلها معمولة من الذهب. دلوقتي ممكن بس تبقى مطلية من الذهب. فالبخور هو عبارة عن انه اللبان اللي هو الفرانكنسنس والمر المر دوت ممرر في طعمه لكن جميل في ريحته وبيتحط على البخور وبيتحط حاجات تانية تعطي بخور يبقى عطر معطر يعني ريحته حلو يخلطوها خلطة كده معينة يعني بمهارة مش اي حد يعرف يخلطها وبتقدم في شوريا اذا كانت ذهب او حتى مطليه بالذهب فنفس الوايز مان اللي قدموه بنقدمه لربنا ونقول لربنا طيب مسكوب هو اسمك القدوس What's the ointment which is poured forth reminds us of the three women who offered this very precious ointment to the Lord in the New Testament the one in the house of Simon the Pharisee المرأة الخاطئة قدمت حب بس من خلال توبتها so we are coming to offer God our repentance right لما نقدم البخور ده بنقدم له ايه بنقدم له نمرة واحد توبتنا another woman came to offer God her thanksgiving
thanksgiving اللي هي مين؟ أخت العازر. لأن بعد ما قوم ربنا يسوع قوم العازر برضو جت وسكبت الطيب. So we are coming also to offer God our thanksgiving. Number three, another unknown woman came and poured ointment on his body, on his head, out of love. So we are coming to pour forth our love to the Lord. يبقى احنا لما بنقدم البخور ده اللي هو برضو فيه الointment by the way and it's very precious, I'll explain it to you now. بنقدم توبتنا, بنقدم شكرنا, بنقدم محبتنا لربنا في خلال البخور اللي احنا بنقدمه. شوفوا المعاني بقى العميقة. وده يفكرنا باللي اتكتب طبعا في العهد القديم في نشيد الأناشيد, بيقول طيب مسكوب هو اسمك القدوس. يعني الريحة الحلوة دي اللي هنشمها دلوقتي بقى دي ترمز لاسم ربنا يسوع المسيح اللي هو طيب مسكوب ملأ أرجاء المسكونة. ونقول مدام الملك في مجلسه أفاحة, أفاحة إيه؟ نرديني رائحته. يعني نشعر بوجود ربنا في المكان لما ينتشر ريحة البخور ويتعبأ المكان برائحة البخور. We are essentially saying that your name, O Lord, is like this sweet-smelling incense which spread all over the world when you stretch out your hand on the cross in the evening to save us. Right? So as Christ spread out his hands on the cross to save us out of his love, this love was spread like the incense all over the world, and your name became known, the saving name, اسم الخلاص الذي ربنا يسوع المسيح, became known all over the world, like this incense which has spread in the place. Then we ask the Lord, the true evening sacrifice, طبعا نص الصلاة, to accept our offering as a sweet smelling incense. يعني يا رب اسمك الحلو ده اللي انتشر في العالم عشان يخلصنا, طيب ايه رأيك يا رب تقبلنا احنا كمان, تقبل صلواتنا, تقبل تقديماتنا كرائحة بخور زكية. طب يحصل ازاي ده؟ This can only happen, can only be fulfilled if we first offer our hearts to the Lord and totally give him our life and consecrate our being for him. يبقى من غير ما انا اقدم لربنا قلبي كمسبح ارفع للبخور, ربنا ربنا يقبل ذبيحة قلبي واكرس له حياتي واقعد ادي له كل طاقاتي, هنبقى بنضحك على نفسينا مش هنقدر نضحك على ربنا. يعني مثلا ان انا اروح اعمل الطقوس دي كلها وانا متخاصم, ربنا يقول لي ايه ده بتهزر ولا ايه, جاي تمثل عليا؟ منفعش. اقدم له قلبي اولا بالحب, بالحب نحوه ونحو كل البشرية. When I give God my love and I give all people the love which he poured into our hearts through the Holy Spirit, then when I come to offer him my sacrifice, it will be an acceptable sacrifice. Okay? The prayer is different in the morning, of course. طبعا نفس الصلاة ديت في مكانها صلاة تانية بتتقال الصبح بقى. يعني اللي احنا قريناها دي بتاعت الايفنينج. طب الصبح هنقول ايه؟ Page 11 here in this book. O God, who received to yourself the offering of the righteous Abel, the sacrifice of Noah and Abraham, and the incense of Aaron and Zechariah. And the deacon has the same response. Notice. Receive to yourself this incense at the hand of us sinners as a sweet savor of incense unto the remission of our sins and those of the fullness of your people. For blessed and full of glory is your holy name. معناها ايه الصلاة دي بقى؟ The offering in the Old Testament was animal sacrifice, and we know that Abel, because his prayer says, who accepted the sacrifice of Abel. Abel's sacrifice was animal sacrifice, and all the sacrifices, most of them in the Old Testament were animal sacrifices, but the sacrifice of Christ came to abolish all the animal sacrifices of the Old Testament, and he came as a high priest
after the order of Melchizedek. مش كده؟ يبقى كل اللي قدمه في العهد القديم قدمه ايه؟ ذبائح حيوانية كترتيب اللي رسمه ربنا لآدم. وبعد كده طبعا هابيل استلم الطقس وقايين تمرد وقدم النباتات ما تقبلتش وتولت بقى الذبائح إلى ما جاء المسيح أبطل الذبائح الحيوانية بصليبه. خلاص؟ وهو جاء السيد المسيح طبعا according to Hebrews as a high priest as a, after the order of Melchizedek. فالذبائح بتاعتنا دلوقتي ممكن تكون ذبائح نباتية مش شرط انها تكون حيوانية. فالإنسنس ده بقى بيجي منين؟ It comes from the frankincense اللي هو اللبان. From special kind of tree, they cut the tree, and then there's a sap that drips from the tree, and it is left to dry for many days and months sometimes. Okay, they come back to collect it, and at that time, it's like حبات كده بخور اللي احنا بنشوفها دي, and then they grade it. It's graded, يعني مش كله زي بعض. اللي توسخ يبقى less grade and اللي بيبقى أبيض بيبقى يعني crystal زي crystals كده بيبقى غالي جدا. عشان كده غالبا اللي قدموه للسيد المسيح كان من نوع الفاخر. هم على فكرة ما قدموا للمسيح الثلاث حاجات اللي قدموها ذهب ولبان ومر كانت حاجات غالية. فقدموا للمسيح من أغلى أنواع الفرانكنسنس اللبان اللي بيتعمل منه البخور. زي البخور بقى يضيفوا عليه مواد تانية. فدي جاية من نباتات. It's collected after several. That's why it's very costly. It's time consuming and anything that's rare and takes time becomes very precious and very costly. So what does this symbolize? Offering it to the Lord symbolizes that we offer God what is most precious. What is most precious? We offer it to God. Disciples became indignated and say, why is all this waste? Could have been given to the poor, right? What did the Lord say? ربنا ما استخسرش على نفسه. ما قال لهمش لا. يعني ما قالش للمرأة. كان ممكن فعلا ليهم حق. مش كده؟ لماذا تزعجون المرأة? Why do you disturb her? She did something good for me. This teaches us that we have to give God the best. Something precious. حتى ان في العهد القديم لما they didn't give God what's best, he said, can you do this to your boss? Can you do this to your manager? Right? So this reflects our respect for God. We have to do everything to show how much we love him. That's why when we offer the incense, we have to give very precious incense with nice smell, okay, which is very costly. عشان كده كان دايما على فكرة في مكان اسمه الدياكونية. الدياكونية ده مكان جاي من ديكن يعني اللي هو الخدمة, مكان الخدمة. كان people brought their offering to that office. Like for example they bring the wine and the flour for the offering and they also bring incense. شوفوا الأوشية اللي بنقولها ايه, طلبوا من أجل الصعاد والقرابين والبخور والزيت والبخور وكتب القراءة وكل أواني المسبح. كل الحاجات دي كانت إيه؟ كانت الناس الشعب كل واحد جاي مش جاي إيديه فاضية. ده احنا ساعات في ناس, أنا لما بروح كندا ونزور ناس يعني, فساعات والدتي هي اللي تلف معايا في الزيارات تقول لي أنا بس أقف أجيب حاجة. أقول لها تجيب حاجة إيه أنت جاي معايا أنا؟ تقول لي لا هنخش ايدنا يا ستي. بس هما الناس كده عندها ايه فكره ما يخشش ايدي فاضيه على حد. فتيجي عند ربنا نخش ايدينا فاضيه. كان لازم كل واحد جاي بيقدم لربنا حاجه ويحطها في الدياكونيه دي ولا يعرف ايه شماله ما تفعله يمينه. يعني بيقدم وهو مش حاسس انه بيقدم يعني طبعا. لكن قبل ما بيقدم بيقدم الحب, مش جاي أقدم وأنا قلبي مليان بالشر. Okay.
فهتبص وتلاقي ان عبادتنا هنا بتكتمل. انا جاي بقدم لربنا حبا فيه وجاي متصالح مع اخواتي وجاي اقدم طقوس جميله تعبر عن محبتي لربنا، كله مع بعض كده يقدم العباده الارثوذكسيه السليمه. Just as our Lord offered himself as an acceptable sacrifice, so we have to offer our lives as this incense mingled with our love to the Lord. We also remember our sins that were the cause of the suffering of our Lord Jesus Christ. عشان كده الصلاة نقول فيها ايه؟ اقبل اليك هذا البخور من ايدينا نحن الخطاة غفرانا لخطايانا. فاحنا بنقول احنا رب احنا السبب في ان انت بقيت sacrifice. And the priest prays for himself, for his own sins and the sins of the rest of the people. He is their intercessor, but he's also a sinner. He prays for his own sins and for the people as well. All this is done while the people are chanting what is called the verses of the symbols. كل ده طقوس دي كلها بتحصل جوه الهيكل، وبره بيصلوا حاجه اسمها ايه؟ اربع ناقوس. ايه الناقوس؟ هو الاله بيظبط بيها الايقاع. يعني ساعات يزودوها قوي الشمامسه، لكن هي مجرد كانت حاجه تظبط الايقاع. وهي احد التين يستخدمها في صلواتنا في الكنيسه. يعني we only use the symbols and the triangle. That's it. Okay? To keep the rhythm of the hymns. But these are called the verses of the symbols. Now we need to understand two terms. The Adam and the Watus. Adam can mean two things. Either the hymns which are said from Sunday to Wednesday, or the shorter melody. Or the shorter melody. النغمة الأقصر موسيقيا. The Watus could mean two things as well. The hymns which are said from Thursday to Saturday, or the longer melody. يعني مثلا ايه الادام ادام تيف او 3 الواتس 4 دي واتس اي تا مويسيس بالكم دي واتس اي تا مويسيس 4 ثانيه ادام تيف او على 3 في 4 ثانيه 4 في 4 طول الاستيخون اطول في الواتس. لذلك بعض الالحان تتقال في ايام الادام بس نسميها واتس. يبقى we are referring to the length of the melody not the day. طبعا I'm going into a lot of details for you بس عشان to cover everything. لما تسمع كلمه واتس دي تبقى معناها ايه؟ فاربع ناقوس في واتس مثلا هنقول ايه؟ يا لي صونت نوش تم بيوت نم بشيري نم ببن مصوفت يس بنو موسي وشرتي كليسي يبقي انتاني انجلو شرتي بارثين وسيطاس مسبين سوتير. دي اسمها ايه؟ اربع واتس. طيب يوم الحد والاثنين والثلاث نقول ايه؟ يا ليسون اموني مارن اوش تنتي اتريا هس هو بتبيوت نمشيري نم ببنى انون هاني لاوسي نخرستي ينوس فاي غربي بنوتين الي وهكذا. يبقى دي اربع. طب افرد في القداس وعايز اقول افرح يا مريم ويوم خميس، اقوله ولا ما اقولهوش؟ ده اسمه اسباسموس ادام. اقدر اقوله يوم الخميس الجمعه والسبت ولا لا؟ يقول لك اه.
هو اسم، طب تقول لي ده اسم واتس، اقول لك اصل واتس معناها حاجتين، لا اما الالحان اللي بتتقال في ايام معينه، لا اما طول اللحن نفسه. فممكن يتقال لحن واتس في ايام ادم عشان هو طوله واتس، مش مشكله يعني. وانا بديلكوا فكره، لكن في حاجات بس بناخد عنها فكره ونمر، لكن عشان نقعد بقى نقول ايه الالحان اللي بتتقال ايام الواتس، وايه الالحان اللي بتتقال ايام الادام، وفي مناسبات ايه، وتغيير اللحن ايه، الناس عايزه بقى طقوس والحان وحاجات، لكن احنا كده بنمر على بعض الحاجات مرور سريع ونعدي. اوكي، دي كانت اخر حاجه دي غالبا. I think now we have finished this part. Next time هنبتدي الأواشي. كده خلصنا أربع النقوس. يبقى فهمنا الطقس دلوقتي. إيه تاني؟ قوله بسرعة. أبونا يسجد قدام الهيكل. يخش يسجد قدام له ويقبل المسبح. يقدم له الشماس الشورية. يقدم أبونا درج، بسميه درج البخور. وأبو والأباء يقولوا تفضل قدسك بارك، هيرشم أول رشم يحط أول يد بخور، هما ياخدوا الثاني، ثاني يد بخور يحط الثالث والرابع والخامس، وفهمنا معناها إيه. وبعدين في حتة بقى نسيناها مهمة أو. وهو بقى أبونا بعد ما يحط الخمس أيادي هيمسك الشورية بطريقة دي جامد كده، وهو بيصلي بقى الوشية اللي هي السرا دي شرحناها، وهو بيصلي بيقدم البخور كده فوق المذبح. كويس، اول ما يبتدي ابونا بقى يلف حوالين المذبح، دي ما شرحناهاش، المفروض نشرحها بقى. هيعمل ازاي؟ هيقدم البخور كده بعلامه الصليب ويدور، يعني الاب والابن والروح القدس اله واحد. ادي دي طريقه، طريقه ثانيه يمين شمال في النص إله واحد، يعني برضو عشان يقول إيه البخور ده مقدم لله الآب والابن والروح القدس إله واحد، أو علامة الصليب كده إله واحد. أوكي، وبعدين خدوا بالكم بقى ثلاث لفات حول المسبح أو ست انصاص. تعالوا بقى نبص بسرعة هيقول إيه أبونا في الـ 6 turns or 6 half turns. دي بقى موجودة صفحة ايه، هنرجع موجودة صفحة 12. بيقول ايه، we ask you O Lord Master, remember to the Lord the peace of your only. So the first prayer is for the peace of the church, and then the priest will turn half a turn, and the deacon will turn, will be on the west side of the altar, and the priest will be on the east side of the altar. Then the priest, طبعا the deacon will say صلوا من أجل السلام الواحد الوحيدة, the response, and then the priest will say that which exists from one end of the world to the other. Then remember, O Lord, our blessed and honored father, the archbishop, and then the bishop. Okay? And then he turns again, half a turn. And then, طبعاً the deacon will say the response. Page 14 now. In keeping, بالحفظ احفظه لنا سنين كثيرة وزمنا السلامية. Then pray, remember, O Lord, our assemblies. يبقى أوشية السلام, الكنيسة, والبطريرك, والأسقفة. نمرة ثلاثة اجتماعاتنا، بعدين رابعة نص لفة. Grant that page 15. Grant that they may be unto us without obstacle or hindrance, that we may hold them according to your holy and blessed will. وبعدين الخمسة houses of prayers, houses of purity, houses of blessing. وفي الآخر خالص ناحية الشرق arise O Lord God, let all your enemies be scattered, let all those who hate your holy name flee from before your face.
وبعدين يقول لهم ما شعبك فليكم البركة ألوف ألوف ورباط رباط. أصنعون مشيئتك. By that time the priest will be on the east side of the altar, and then he will make the last, the final half turn. He will then هيعمل بقى حاجة اسمها إيه؟ صليب بخور أو البخور الأربعة الخشوعية. هيقول فيها إيه بقى؟ أبونا قدام الهيكل, we worship you, O Christ, with your good Father and the Holy Spirit, for you have come and saved us. Right? We are page 16 now. ثلاث آيات دي. But as for me, I will come into your house in the multitude of your mercy. I will worship toward your holy temple. And then before the angels, I will sing praises to you and worship toward your holy temple. كويس؟ بعدين أبونا, خدوا بالكم كل ده أبونا بيعمل كده وهو بيبخر ناحية الإيه؟ كده ويسكت أمام ربنا. مش كده؟ وبعدين هيبص أبونا, هيبقى كل ده ناحية الشرق كده. بعدين هيبص أبونا ناحية بحري, هيلاقي أيقونة مين؟ العذراء. فهيعطي البخور للعذراء وهيقول إيه؟ شوفوا. We send you greeting with Gabriel the angel saying, Hail to you, O full of grace, the Lord is with you. نعطيك السلام مع جبرائيل الملاك قائلين السلام لك يا ممتلئ نعمة, إيه؟ الرب معك. وبعدين هيلف أبونا ناحية الإيه؟ ناحية الشعب, هيقول إيه؟ لا ديت لسه في حاجة حتت ناقصة في الخلاجي ده. هيقول إيه؟ السلام لمصاف السمائيين وسادات الآباء الرسل وصفوف الشهداء وجميع القديسين. يعني هو شايف الناس إن هم زي الملائكة والقديسين, وطبعا بيبقوا قديسين وملائكة حاضرين في الكنيسة, فشايف الناس ملائكة قديسين ويديلهم البخور ناحية الإيه؟ ناحية الغرب. وبعدين هيلف ناحية الإبلي, هيلاقي أيقونة مين؟ قديس يوحنا المعمدان. هيقول له إيه؟ سلام يوحنا المعمدان, السلام للكاهن ابن الكاهن. وبعدين هيرجع تاني ناحية الشرق, نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أهديته وخلصتنا. وبعدين بقى يفضل أبونا منتظر أمام الهيكل وهو ماسك الشرية مستني الشمامسة يختموا أربع نقوس عشان يبدأ القوشي. بس معلش خدنا كم دقيقة زيادة سنسنا الحتة دي في النص, بس مهمة برضو. تفضل. أقول لكم كويك أناونسمنت مهمة قوي, إن هو يوم 28 اللي هو السبت مش اللي جاي, اللي بعديه إن شاء الله, تعرفين إن هو اليومين دولت في اجتماعات اليونايتد نيشنز, في رؤساء دول جايين كتير, ومصر من أول البلاد اللي قدمت في الممبر يعني في عضوية اليونايتد نيشنز. We are in critical need to have support for the Egyptian government, right? At this time, in front of the whole world, to give this support to our government, who are working very hard to establish peace and justice and safety and security for the people in Egypt. We are very much in support of a peaceful demonstration which will take place on the 28th of September. The gathering will be in front of the Church of Saint George in Jersey City at 8 a.m. And they will offer the buses, transportation, etc. But if you would like to go, you have a way of transportation. The place will be
47th Street and First Avenue. Yani First Avenue and 47th Street. It is very important that all faithful Egyptians participate. All faithful Egyptians who truly love the country and wish for its prosperity to participate at this very critical time in its history. جمعية مصر لكل المصريين رتبت للمسيرة دي وبرضو أحد أعضاء الهيئة القبطية اتصل بي وقال إن هم بيرتبوا الحاجة برضو لعلها تكون في نفس المعاد. المهم إن تتوحد المجهودات وتطلع حاجة قوية والكل يظهر بمظهر لائق ومظهر قوي يعبر عن محبتنا للبلد وإن إحنا نتمنى كل الخير لمصر عشان الكل يعيش في سلام واطمئنان وبلا شك إن مصر بلد من أجمل البلاد في العالم وخسارة إنها يعني تتدهور وحالها يسوء يعني فيها جو ما حصلش فيها آثار فيها ممكن سياحة فيها أماكن ريزورتس وحاجات مشابه فيا رب المشاكل تنتهي عصر المشاكل ينتهي والخراب عشان يبدأ أو تبدأ مرحلة البناء من جديد وأنا دايما أحب أقول إن ما نحبش إن حد يمسك الحكم يكون على أساس ديني لأن الوطن للجميع الحكم ده اللي بيمسكه ناس سياسيين ما لهمش فيه الدين ولا الناس بتوع الدين ليهم في السياسة الناس بتوع الدين ليهم في الدين الناس بتوع السياسة ليهم في السياسة فإحنا عايزين تقوم دولة مدنية تكفل لكل المصريين باختلاف ديانتهم وتوجهاتهم إلى آخره نوما يعيشوا مع بعض ونتمنى أن الدستور اللي هيطلع يعبر عن كده وده اللي احنا بنطلبه مصر لكل المصريين يعني بيقول لك مصر لكل المصريين واحنا لما تقابلنا مع ناس ستاف على مستوى عالي قوي في البيت الابيض في الاسبوعين اللي فاتوا قلنا لهم احنا على فكره هم اللي دعوا للمقابله مش احنا هم دعونا للمقابله قلنا لهم احنا جايين النهارده مش عشان نشتكي عشان كنايسنا اتحرقت مع انهم حاولوا ان هم يقولوا انتوا كنايسكم اتحرقت ايه رايكم يعني هل في تقاعس من الامن قلنا لهم احنا عمرنا ما في الوقت ده هنطلب حاجه للكنيسه احنا جايين لكم النهارده عشان نطلب لمصر والمناخ مهيئ دلوقتي للمحبه انها تتواجد ما بين كل المصريين من اجل هدف واحد وهو خير مصر يعني في هدف دلوقتي موحد الكل هو خير مصر فاحنا بنصلي من اجل البلاد ربنا بيحب مصر وربنا حافظ على مصر كل السنين دي وحافظ على الكنيسه احنا متاكدين ان ربنا هيحافظ على الكنيسه ومصر ان شاء الله تخرج من الازمه ديت وتطلع اقوى من الاول وعشان العالم كله عارف قد ايه مصر بلد فيها خير حتى لغايه دلوقتي بيعملوا انفستمنت في مصر عارفين بلد فيها خير يعني شوف هنا امريكا بجلاله قدرها تحط فلوسك في البنك يقول لك مش عارف 0.08% يعني حاجه لا شيء يعني تحط فلوسك في مصر يدي لك 10% ايه ده في خير لكن ان شاء الله يعني بنصلي ان هو الامور تمشي
على ما يرام ولما بلدنا تحتاجنا we have to respond. فاحنا بندعوكم جميعا ان نكون موجودين ونظهر بمظهر لائق تعضيدا لحكومتنا المؤقتة طبعا والجيشنا ربنا يعمل الخير إن شاء الله. تفضلوا نصلي. Finally, O Lord, make us all worthy to pray thankfully and say, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us as we forgive those trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one in Christ Jesus. For then is the kingdom, the power, and the May the love of God the Father and the grace of His only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, and the gift of the Holy Spirit be with you. Go in peace, and may the peace of God be with you. قال الرب يسوع اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم